تداعيات خطيرة يتكبدها العالم بسبب التوترات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط، وهو يؤثر سلبياً على الاقتصاد العالمي بسبب اضطرابات حركة الملاحة البحرية والجوية بسبب ما تشهده المنطقة من توترات. وتشهد أسواق النفط عالمياً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث شهد زيادة تجاوزت 10% خلال أيام قليلة بسبب التوترات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن باحتمالية شن هجوم إسرائيلي على مرافق النفط الإيرانية. الحرب في منطقة الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط تسبب في حالة من القلق العالمي من احتمال اندلاع صراع أوسع في المنطقة، مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية. ارتفاع أسعار النفط سيؤثر بشكل كبير على الدول المستوردة للنفط، حيث سيزيد من فاتورتها النفطية ويضع ضغوطاً على ميزانياتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، مما قد يؤدي إلى تحول في قطاع الطاقة على المدى الطويل. من الصعب التنبؤ بمسار أسعار النفط في المستقبل القريب، ولكن من المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسواق، حيث تتأثر أسعار النفط بالعديد من العوامل بما في ذلك التطورات السياسية والعسكرية.